Oh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس من دروس مادة العلوم للصف السادس الابتدائي. عندما تلعبون أعزائي الطلاب لعبة شد الحبل، يقوم كل لاعب بدفع الأرض بقدميه وشد الحبل بيديه بأقصى ما يستطيع، والفريق الفائز هو الفريق الذي يسحب الفريق الآخر بقوة أكبر. فالسحب والشد والدفع والرفع كلها تعبير عن شيء واحد فما هو؟ وما هي وحدة قياسها؟ هذا ما سنعرفه في درسنا لهذا اليوم انتظرونا بعد الفاصل اهلا بكم اعزائي الطلاب. سنتعلم اليوم ما هي القوه؟ وما هي تاثيرات القوه؟ وما هو الاحتكاك؟ وما هي الجاذبيه؟ ماذا نشاهد اعزائي الطلاب في هذه الصوره؟ ماذا يعمل هؤلاء المتسابقون؟ احسنتم يشدون الحبل. اذا ماذا قلنا؟ يشدون الحبل. كل متسابق يشد الحبل بيده بقوه، اذا ما هي القوه؟ هي عمليه سحب او دفع يؤثر بها جسم في جسم اخر، هذا المتسابق يؤثر بقوه في ماذا؟ في الحبل لكي يسحب الفريق الاخر. بماذا تقاس القوى؟ تقاس القوى بوحده تسمى نيوتن. نسبة إلى العالم إسحاق نيوتن وهو الذي اكتشف أنواع كثيرة من أنواع القوة إذا القوة جمع مفردها قوة وترسم القوة بسهم يعبر عن اتجاه القوة فمثلا هذا الصبي يدفع زميله أو يشد زميله باتجاهه انظر إلى اتجاه السهم ويوجد رقم ما هو هذا الرقم؟ هذا الرقم يعبر عن مقدار هذه القوة إذا السهم يعبر عن الاتجاه والرقم يعبر عن مقدار هذه القوة وهذا الرمز إن أو بالعربي نون تمثل عن وحدة القياس التي تسمى نيوتن ما القوة؟ ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ ركز عزيزي الطالب ونش يحمل سيارة معطوبة أو يسحب سيارة معطوبة انظر هل هذا الونش لامس السيارة؟ نعم لا بد أن يلامسها إذا هذه قوة متلامسة ما, ما عكس القوة المتلامسة؟ قوة غير متلامسة هل يوجد قوة غير متلامسة؟ نعم أعزائي الطلاب وهذا ما يظهر في البوصلة. إذا في البوصلة قوة غير متلامسة، إنما تتجه البوصلة باتجاه الشمال الجغرافي وباتجاه الجنوب عن طريق قوة مغناطيسية. بعد ذلك نأتي إلى نوع آخر من أنواع القوة وهو الطفو. ما هو الطفو؟ هو قوة ترفع الاجسام الى اعلى، ناظر الى هذه الصوره عزيزي الطالب، انظر هذا اليخت يدفعه الماء الى اعلى في قوه نسميها قوه الطفو وهي معاكسه لقوه اخرى سنعرضها بعد قليل وهي الجاذبيه. انظر عزيزي الطالب الى الطائره يؤثر عليها مجموعه كثيره من القوى، الاولى قوه دفع الهواء الى اعلى سميناها الطفو وقوه المحرك الذي يدفع الطائره الى الامام وكذلك يوجد قوه اخرى وهي قوه الجاذبيه التي تسحب الطائره الى اسفل وكذلك يوجد قوه معاكسه للمحرك تسمى قوه الاحتكاك او قوه مقاومه الهواء بعد ذلك اعزائي الطلاب ناتي لاستخدامات القوه، هنالك عده استخدامات للقوه، فهي تستخدم لتحريك الاجسام وكذلك تسريع الاجسام وتستخدم ايضا لتغيير اتجاه الحركه، وتستخدم ايضا لابطاء الحركه، وتستخدم لايقاف الحركه. بعد ذلك أعزائي الطلاب نأتي إلى مفهوم الجاذبية انظر إلى هذه الصورة هذه الثمرة ثمرة التفاح إلى أين تسقط بعد أن يتم قطفها من الشجرة أحسنتم تسقط إلى أسفل وهذه الكرة أيضا لو مسكتها بيدي ثم أفلتها إلى أين ستسقط لماذا لا تذهب هذه الكرة إلى اليمين أو إلى الشمال أو إلى أعلى، لماذا تنزل إلى أسفل؟ أحسنتم أعزائي الطلاب، بسبب الجاذبية، بسبب الجاذبية الأرضية، إذا التفاح يسقط إلى أسفل باتجاه الأرض، والكرة أيضا كذلك بسبب الجاذبية الأرضية. ماذا يحدث عزيزي الطالب لو انعدمت الجاذبية في الكرة الأرضية؟ تخيل أنه لا يوجد جاذبية في الكره الارضيه. انظر الى هذه الصوره. ستغادر جميع الاجسام الارض. اذا هي موجوده وجميع الاجسام موجوده ونحن موجودون على هذه الارض بماذا؟ بفضل الجاذبيه الارضيه. تتاثر الجاذبيه الارضيه بشيئين. اكتشفها العالم نيوتن وهي الكتله و المسافة فإذا زادت الكتلة زاد مقدار الجاذبية وإذا ابتعدت المسافة وزادت المسافة قلت الجاذبية الأرضية إذا علاقة الكتلة مع الجاذبية هي علاقة طردية ماذا نعني بكلمة طردية كلما زادت الكتلة زاد الجذب أما بالنسبة لعلاقة المسافة مع الجاذبية فهي علاقه عكسيه ماذا نعني بعكسيه اي اذا زادت المسافه قلت الجاذبيه انظر الى هذه الصوره ماذا تتوقع عزيزي الطالب اين ستكون قوه الجذب اكبر احسنتم في الصوره الثانيه لماذا لان الكتله اكبر لان الكتله اكبر ناتي اعزائي الطلاب الى مفهوم جديد وهو الاحتكاك ما هو الاحتكاك الاحتكاك اعزائي الطلاب هو قوه تنشا بين سطحين، هو قوه تنشا بين سطحين، دعونا نشاهد هذا المكعب اعزائي الطلاب. حينما نحاول ان نمرر هذا المكعب على الزجاج ستكون الحركه سهله، يوجد احتكاك ولكن هذا الاحتكاك قليل تقريبا. ولكن دعونا ناخذ هذا المكعب ونضعه على هذا السطح. الخشن سنجد صعوبة في حركة المكعب ويحتاج إلى قوة أكبر ويحتاج إلى قوة أكبر إذا هنا يتحرك المكعب بصورة أسرع وبقوة أقل أما على السطح الخشنة فماذا يحتاج إلى قوة أكبر ومع ذلك أيضا يتحرك ببطء إذا هي قوة تنشأ بين سطحين متلامسين، وهذه أو هذا الاحتكاك يعيق حركة الأجسام، إذا الاحتكاك يعيق حركة الأجسام. يعتمد الاحتكاك على نوع السطح، فإذا كان السطح كما قلنا أملس فتكون يكون الاحتكاك أقل. اما اذا كان سطح خشن فيكون الاحتكاك اعلى ويحتاج الى قوه اكبر. كتله السطح المنزلق، ماذا نعني بكتله السطح المنزلق؟ كلما زادت الكتله كلما كان الاحتكاك اعلى. كلما زادت الكتله كان الاحتكاك اعلى. ومن خصائص الاحتكاك انه يولد حراره. ماذا نعني بكلمة يولد أو يطلق حرارة عزيز الطالب ضع يديك في بعض وحاول أن تفركها بقوة ستلاحظ عزيز الطالب أن حرارة يديك ارتفعت قليلا وهذا بسبب ماذا؟ بسبب الاحتكاك نأتي بعد ذلك إلى خاصية من خصائص الاحتكاك وهو أنه دائما يكون عكس اتجاه الحركة يكون عكس اتجاه الحركة، لذلك فهو يعيق الحركة ويحتاج إلى قوة أكبر. نأتي عزيزي الطالب إلى هذا المتسابق المظلي، شاهد هذا المظلي ينطلق بسرعة باتجاه الأرض بفعل ماذا؟ بفعل الجاذبية الأرضية ولكن تخيل انه سيسقط سيق... بهذا الشكل يوجد احتكاك مع الهواء صحيح ولكن هذا الاحتكاك قليل لماذا لان سطح الجسم المحتك قليل كما ذكرنا قبل قليل ماذا يعمل هذا المتسابق لكي يصل الى الارض ب... بسرعه اقل ولا يرتطم بالارض بقوه يستخدم المظله احسنتم ماذا ستفيده المظله سطح المظلة كبير، أحسنتم، وبذلك يكون احتكاكه مع الهواء احتكاك كبير، لذلك يخفف من سرعة المتسابق لكي يصل إلى الأرض بكل هدوء. إذا تعلمنا عزيزي الطالب في هذا اليوم ما هي القوة. وتعلمنا أيضا ما هي الجاذبية. وتعلمنا الاحتكاك اعزائي الطلاب دعونا ناخذ بعض الاسئله التي تخص درسنا لهذا اليوم. السؤال الاول كيف تؤثر قوه في جسم متحرك لتوقفه؟ اذا عندنا جسم متحرك ونريد ان نوقفه. الجواب عندما تكون القوه معاكسه فهي تبطئ من حركه الجسم وان كان مقدارها كافيا فهي توقف هذا الجسم. لدينا اعزائي الطلاب سؤال اخر. كيف يمكن عزيزي الطالب زياده الاحتكاك بين سطحين؟ السطح الاول اطار السياره. السطح الثاني الطريق المغطى بالثلوج. فكر معي عزيزي الطالب. الجواب يتم تغليف إطارات السيارة بقطع خشنة لزيادة الاحتكاك مع الثلج. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.